تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لممارسات شخص يحترف تصنيع وبيع الأسلحة النارية مع حجز 4 مسدسات تقليدية الصنع من مختلف أو من الصنف الرابع، إضافة إلى 44 خرطوشة ومنظار رؤية وملحقات أخرى، إلى جانب 7 قطع أثرية تعود للحقبة الرومانية والتي كانت موجهة للبيع بطرق غير مشروعة. التغطية لفيرست شيب. تمكن أفرادنا بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سطيف من تطوير عملية جد نوعية تندرج في إطار حماية التراث الثقافي، وكذا صد البيع الغير مرخص للأسلحة النارية من صنف الرابع، حيث أسفرت عن توقيف شخص مع حجز 4 مسدسات نارية من صنع تقليدي موجه للبيع بطرق غير شرعية، 44 خرطوش عيار 12 و16 ملم، 7 قطع أثرية ونقدية تعود لحقبة زمنية مختلفة أغلبها من الحقبة الرومانية، موجه للبيع بطرق غير شرعية، منظار رؤية وأغراض مختلفة تستعمل لصيانة ذات الأسلحة، ملف جزائي وإعداد الدل المشتبه فيه الذي أحيل صباح اليوم أمام النيابة المحلية.